السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دوجو شانيل. كنتمنى تكونوا في أحسن حال إن شاء الله، وكنعتذر على الغياب الطويل لظروف ما. إن شاء الله غادي نرجعوا وغير رجعوا كذلك الفيديوهات اللي كتستفدوا منها بطبيعة الحال إن شاء الله بإذن الله. اليوم بغيت نشارك معكم فيديو اللي سبقت نزلته لكم ولقى تبارك الله إقبال ومشاهدات كبيرة، اللي هو الشموع المائية. وصلوني الكثير من التعاليق، شكرا لكم على كلامكم الطيب ودعواتكم الرائعة، الله يجزيكم بخير. وشكر خاص للبنات اللي سولوا عليا وأنا غيبة، تنقلكم تنحبكم بزاف ولهلا خطيكم عليا. وكذلك وصلوني عدة أسئلة على هاد الشموع والمكونات ديالها. إن شاء الله فيديو اليوم غيكون توضيحي وغنجاوب على جميع الأسئلة ديالكم. ما نطولش عليكم هاد الفيديو ونبدأ التطبيق على بركة الله. واول شيء كنحتاجو هو الكاس، والكاس تيبقى اختياري، يعني ممكن تستعملوا كاس كبير او لا صغير او لا طويل، المهم الكاس تيبقى اختياري على حسب الرغبه. وكنحتاجو كذلك الشمعه، مع اننا ما كنستعملوش الشمع في هاد الكؤوس المائيه، فقط كنحتاجو هذاك الخيط اللي كيكون في قلب هاد الشمعه هذه، يعني هو اللي كان نحتاجوه. كان وصلني واحد سؤال عند واحد السيده، قالت واش كنستعملوا الخيط عادي؟ لا، ميمكنناش اننا نستعملوا خيط عادي، لان الخيط عادي مجرد انك غادي تشعليه غادي تحرق بطبيعه الحال، ما غاديش يبقى معاك لمده طويله. لهذا ضروري ما كنستعملوا الخيط اللي كيكون في قلب من هاد الشمعه هادي، يعني لازم يكون هاد الخيط هذا باش كيبقى معنا لمده طويله. وكذلك جاوني عدة أسئلة على الزيت، واش كتستعملي زيت الماكينة أو الزيت زيوت المعطرة؟ هاد بالنسبة للزيت كنستعملو زيت نباتية عادية، يعني زيت نباتية عادية هي اللي كنستعملو في هاد الشموع. وبالنسبة للتزيين تيبقى اختياري، يعني ممكن أنكم تزينو بورود، ممكن تزينو يعني بأي حاجة متوفرة عندكم. بالنسبة ليا متوفرين عندي هاد الحجيرات ديال البحر، وكذلك كيعجبوني مع الشموع المائيه، يعني كيجي الشكل ديالهم زويون. وكذلك هاد الحجيرات كنزين بهم، وكيف قلت لكم طريقه تزيين يعني كتبقى على حسب الرغبه. وكذلك كنحتاجوا لهاد الورق الشفاف اللي متوفر عند اصحاب المكتبات. هاد الورق هو اللي كيقبط لينا داك الخيط اللي كيكون في قلب من الشمعه، هو اللي كيخلي كيطوف فوق الماء، يعني كنحتاج منه يعني قطعه صغيره، يعني ماشي شي حاجه كثيره. ندوزو لطريقه التطبيق. وكنحتاجو بطبيعه الحال الماء باش نعمرو به هاد الكاس هذا، يعني هادو هما المواد اللي كنحتاجو باش نخدمو هاد الشمعه المائيه. وبالنسبه للمده اللي كتبقى فيها هاد الشمعه، راه ممكن تتبقى حتى يومين ثلاث ايام وهي شاعله، ما كتطفاش نهائيا. إذا بغيتوا تحتفظوا بها لمده طويله، ممكن انكم تستعملوا واحد المعلقه ديال بيكربونات الصوديوم، انا غنخلي لكم الصوره ديالهم باش تعرفوهم. كيف كتلاحظوا في الصوره، هادو هما بيكربونات الصوديوم، راه من كنستعملوهم مع الماء يعني كيبقى الماء في الجوده ديالو مزيانه، العكس الا ما استعملناهمش واحتفظنا بهذا الماء لمده 3 ايام او 4 ايام، راه تيعطي واحد الريحه اللي هي كريهه، ما كتوليو عاوتاني كتضطروا انكم تحيدوهم. المهم الا بغيتوا يبقاو معاكم من واحد المده طويله، كتزينوا بهم الحمامات ديالكم او لا، المهم هما كيصلحوا زين عده اماكن، تنستعملوا واحد المعلقه صغيره ديال بيكربونات الصوديوم وكيبقاو معكم لمده طويله. ندوزو للتطبيق. واول شيء كنديروه هو اننا كنحيدو داك الخيط من قلب الشمعه، يعني كنحتاجو واحد الجزء صغير، يعني ماشي داك ماشي الخيط كله ديال الشمعه، يعني واحد الجزء صغير كنحاولو غير بشويه باش ما يتقطعش لينا بهذه الطريقه هذه. يعني هاد الخيط راه كافيني. هاد القياس هذا يعني راه كافي. وكذلك كناخذ واحد القطعه صغيره من هاد الورق الشفاف، كنحاولوا اننا نقطعوا على شكل دائره،
بالشكل هذا اللي كندنا راه واضح في الصوره، ما هو شفاف يعني ملي كنديروا تنديروه في الماء ومع الزيت راه ما تيبقاش باين نهائيا، ما كيجيش باين في الكاس. وكنبداو بالتطبيق، كناخذوا هاد الحجيرات ديالنا كنزينوا بهم الكاس. وكذلك ممكن اننا نزيدو بالتزيين، انا غنزيد هذا كيفما ممكن انكم تستعملوا الملونات تلونوا يعني باللون اللي كتبغيو. انا كنفضل انني بلا ما ندير هذا اللون حيت فيه تجربت هذا اللون الاحمر وكيتخبعوا دوك الحجيرات كاملين اللي تندير ما تبقوش باينين، اللي كنفضل انه يبقى لي في الابيض من الاحسن. غنحاول انني نشارك معكم هذا النهار اول مره غندير هذا، غنحاول انني نجربه مع الماء نشوف كي غادي يجي. كنضيف القليل منه وكنضيف عليهم الماء. غادي نزيد القليل من الماء هذا الشكل ونضيفو الزيت النباتية. كيف كتعرفوا بأن الزيت كتبقى كطفو فوق الماء، داكشي اللي بغينا حنا. هذيك الزيت اللي ملي كنديروها هي اللي كتخلي هذيك الشبعة كتبقى دائما مشحولة، يعني داك الخيط ديال الشبع تبقى دائما يعني مشعول معنا لمدة طويلة. كناخذوا هاد الدائره اللي درنا من الورق الشفاف وكنحاولوا نديروا فيها واحد الفتحه في الوسط اللي غادي نديروا ندخلوا من خلالها هذا الخيط ديال الشمع بهذا الشكل هذا. يعني طريقه راه سهله وبسيطه كذلك، والمكونات يعني متوفر عند اي وحده في البيت. وكنديروا هاد الورق الشفاف في الكاس كيبقى كيطفو بهذه الطريقه هذه. انا غادي نشعلها باش نشوفوا الشكل النهائي ديالو كيف كيجي، يعني كتجي على هذا الشكل هذا. انا غنحاول نقرب لكم باش تبان لكم اكثر واوضح كذلك. كيف كتلاحظوا كيجي هذا هو الشكل ديالها، هايدي كيجي الشكل ديالها انيق وزويونه كذلك وعمليه، كتجي على هذا الشكل هذا. الزيت اللي كنضيفوا ليها هي اللي كتخلي هاد الشمع انه يبقى لمده طويله معنا. شوفوا البنات المنظر ديالها، انا شعلتها في الصباح خدمت معكم هاد لا فيديو في الصباح، يعني في الليل شو المنظر ديال الشمعه كي كتبقى يعني النهار كامل وهي شاعله. راه ممكن تبات الليل كامل شاعله بهاد الطريقه هذه، ما كتطفى ما والو، داك الزيت يعني هي اللي كتخلي ديك الشمعه دائما شاعله. وصلنا لنهاية هاد لا فيديو، كنتمنى نكون كنفيدكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناة ودعموني بلايك باش يوصلكم كل جديد. الى فيديو مقبل ان شاء الله، والسلام عليكم.